نحييكم من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة عيد الفطر المبارك من عام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق لعام 2023 من الميلاد. قد أشرقت شمس عيد الفطر المبارك وأطل علينا العيد بفرحته وبهجته، نستقبله بالتكبير والتسبيح والصلاة. ويأتي العيد بعد أن صام المسلمون رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحق لنا أن نفرح بالعيد، وفي هذا اليوم يوم الجائزة يبشر ربنا تبارك وتعالى الصائمين بالثواب الجزيل، حيث إن الملائكة تقف على الطرقات تبشر الذين أخلصوا في صيامهم وقيامهم وزكاتهم بجزيل الثواب الذي أعطاه الله لهم في رمضان جزاء اجتهادهم وقيامهم. مشاهدينا الكرام، وحق لنا أن نفرح بالعيد، وعلينا أن نزور الأقارب وأن نصل الأرحام وأن نوسع على الفقراء والمحتاجين، خاصة في يوم العيد، حيث قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم، أي يوم العيد. وفي يوم العيد نقدم تحية لكل شريف ولكل مخلص ولكل مجد ولكل مجتهد يعمل من أجل بناء وطنه، ونقدم تحية لرجال القوات المسلحة الشرفاء، رجال صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا. قيل: يا رسول الله، ولما؟ قال: لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم الدين. فتحية لرجال القوات المسلحة الشرفاء الذين لا يألون جهدا في الدفاع عن بلدهم وعن مقدراتهم وعن أبنائهم. جعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وسدد الله خطى القائمين عليها، رباه هب وطن العزيز أمانة ليفيض حبا وسلاما. فوطن بآيات الهدى شرفته، أنزلت فيه وطوره قرآنا. قم يا ابن مصر مصليا أو داعيا، فالله ينصر من إليه أنابا. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأنشد محب لكلام ربنا يقول: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله قد أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر منها قلبي ووجداني. خير مستفتح لنقلنا لصلاة عيد الفطر المبارك من مسجد المشير طنطاوي على شاشة الفضائيات المصرية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه للناس
الناس على مكث لتقرأه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقولون سبحان ربنا وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ما الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك و
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أراك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك بك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. بسم الله استووا اعتدلوا كلمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر حميدا ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصفاء والوفاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. مضت أيام شهر رمضان المعظم،
الحافلة بالصيام، ولياليه العامرة بالتلاوة والقيام. وها هي يا عباد الله ذي شمس عيد الفطر تشرق بفضل الله علينا، وتحمل ببركة الله الجائزة إلينا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا شاهد العبد في هذا الصباح الكريم تمام المنة الإلهية وعظيم المنحة الصمدانية، وطالع عيب النفس البشرية، صاح بلسان وجده: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اليوم يوم المحبة الكاملة، يوم المودة الشاملة، يوم الوصال، يوم الاجتماع الذي ليس بعده انقطاع. اليوم يوم الحب يا عباد الله. الحب روح الوجود وإكسير القلوب، صمام الأمان لبني الإنسان. الحب والجاذبية صنوان، بالجاذبية أمسك الله تعالى الأفلاك والأملاك من الاصطدام والاحتراق، وبالحب أمسك العلاقات الإنسانية من أن تستحيل إلى دماء وأشلاء. وقديما قال فلاسفة الأخلاق: لو ساد الحب بين الخلق ما احتاجوا إلى قانون ولا إلى عدل. بالحب يستمرئ الإنسان مر الحياة، فالحياة مطارحة ومساجلة، جراح وأفراح، فبالحب يستمرئ الإنسان مرها، وبالحب يستعذب العبد عذابها. بالحب يطير الإنسان المادي الثقيل إلى أجواء الفضاء، يطير من الثرى إلى الثريا في لحظة أنسية ولمحة قدسية، يتوحد العبد فيها مع الجمال والجلال. فإذا بالعبد يخترق الغيب ويحطم المساتير. أحب ذا الجلال والجمال والكمال والنوال، أحب الله واهب الحياة، صاحب الإمداد، صاحب الإيجاد. أحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلولاه ما عرفنا الله، ولولاه ما عرفنا مراد الشرع الشريف منا. بيد النبي بايعنا الله، وبلسانه يسر لنا تلاوة كتابه. فأحبوه ورددوا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ولسيدنا صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في ذلك، والسهم الوافر والحظ الكبير. أحبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأحبوا آل بيته المكرمين، وأحبوا الصحابة أجمعين، حملة الوحي ونقلة الدين. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: أرقبوا محمدا فأذكركم الله أهل بيتي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا.
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، فأحب ذا الجلال والجمال، وأحب المصطفى على ذات المنوال، وأحب الآل والصحب الكرام، وأحب بني الإنسان، أحب جميع الأكوان، أبذل المحبة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم رضوا أم أبوا من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة، فأحب الخلق على اختلاف سياستهم وأفكارهم وعقولهم وأيديولوجياتهم وأديانهم وعقائدهم، أحبوهم. ولنتعلم أن ندعو الله في الخلوات والفلوات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدهم وأت بهم. واعلموا عباد الله أن الاختلاف في الخلق واقع بالمشيئة الإلهية التي لا تنفصل عن الإرادة الربانية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأرح نفسك وأحب الجميع، ودع الحساب للعزيز الحميد، فهذا ليس من شأن العبيد. وفي أواخر الحج قال الله للحبيب المصطفى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فأحبوا جميع بني الإنسان. المؤمن يا عباد الله نقي القلب، تقي الفؤاد، سليم الصدر، رقيق المشاعر، رقراق العواطف، ينام ويقوم وليس في قلبه ذرة حقد ولا غش لأحد، على خير أعطاه الله له، يبارك لأرباب الأموال والأعطيات والمناصب والوجاهات عطايا الله ومنح الله، ويعيش أسير دولة الحب التي لا تحول ولا تزول. وإن النفس الأمارة راودته بالسوء يوما لشهوة خفية أو تكاثرت الشياطين الإنسية والجنية، هرع إلى ربه رافعا أكف الضراعة في سجوة الليل أو رائعة النهار بالافتقار والاعتذار، مرددا قولة الأولين الصادقين، هذه الأنشودة العذبة الحلوة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا ومولانا محمد. اليوم يوم الفرح، ويوم المحبة، ويوم الرحمة. اليوم يوم فعل الخيرات، يوم فعل القربات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وها هو قد انتهى والحمد لله، وقضي على خير. لكن يختم الله الآية بقوله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير. ومن عجيب الإعجاز في هذه الآية أن الله لم يقيد فعل الخير بدائرة معينة، ولم يجعله محدودا بحد، بل جاءت الآية مطلقة: وافعلوا الخير لكل من آمن وأنكر، لكل من أقبل وأدبر، لكل من أحب وأبغض. وافعلوا الخير فكونوا ينبوع خير متدفقا بالحنان والرحمة، كونوا مرهما يأس الجراح،
وبلسما يشفي السقام. ضموا العالم إلى صدوركم وأسمعوه خفقات قلوبكم النابض بالأمان والسلام. دثروا العالم ببردتكم ذات النفح الشذي والعبق المحمدي، واسألوا الله تعالى أن يجعل عيدنا عيد خير وبركة ورحمة وعافية على الإنسانية جمعاء وعلى أهل مصر الطيبين وقادتها المكرمين وعلمائها الميامين، وعلى حضرتك أيها الزعيم النبيل والقائد الكريم. ودعاؤنا لله تعالى أن يحفظك سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وأن يؤيدك بتأييده، وأن ينصرك في حلك وترحالك، وأن يلهمك الصواب وفصل الخطاب. اللهم اجعل اجتماعنا عليك، واجعل افتراقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا ندعوك في هذا الصباح الشريف والعيد اللطيف أن تبلغ الحبيب المصطفى منا الصلاة والسلام. اللهم خصه منا بالتحية والإكرام، ولا تحرمنا شفاعته يوم الزحام، ولا تحرمنا زيارته على الدوام، ولا تحرمنا لقاءه في اليقظة والمنام. أجب دعانا بكرمك يا مولانا، أجب دعانا بكرمك يا مولانا. وأنت على من آذانا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. والغفران. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.